مش المقصود في حلقة النهاردة النساء اللي هي سريعة التقلب في المزاج بس، لا كمان مقصود النساء اللي تقدر ان هي تلف وتدور. يعني احنا في حلقة النهاردة بنتكلم عن ملكات الدهاء والمكر. كل ما نطلع لفوق كعادة حلقات الترتيب، احنا معانا الـ 12 انثى، يعني الـ 12 برج، ناخد انثى قادرة اكتر من اللي قبلها ان هي تعمل الحتة دي. يعني ايناس تقدر ان هي تمشي معاك او تتخذ معاك الطرق الملتوية. طيب بس لازم نوضح حاجة سريعا، مش معنى كده ان النساء اللي هتيجي في القمة في حلقة النهاردة يكون بتتعامل بالمنطق ده. انا قلت قبل كده مش معنى ان انا معايا سكينة ان انا ماشي اقتل اي حد يقابلني، لكن انا ممكن اقتل اي حد في اي وقت لان السلاح موجود معايا. وهو ده بالظبط اللي احنا عايزين نقوله في حلقة النهاردة. الابراج اللي هتيجي في القمة من النساء عندها الملكة دي، اللف والدوران والطرق الملتوية، ملكات من ملوك الدهاء والمكر كمان انجاز التعبير يعني. ولكن مش شرط ان هم يستخدموها، وغالبا هم بيستخدموها في حالتين. الحالة الاولى يعني شور، اكيد لو انت استخدمت معاهم الاسلوب ده فبالتالي اكيد هيستخدموا هم كمان معاك. والحالة التانية لو عايزين ان هم يلعبوا بيك شوية. تعالوا بينا نبتدي بقى. اهلا بيكم اجمل ناس في الدنيا، برحب بيكم. يا ريت الجديد يعرفنا بنفسه سريعا عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في قناتنا يشترك ويضغط على الجرس عشان اشعارات حلقاتنا توصل لكم على طول يعني. إيه وتعالوا بقى بينا نبتدي. وتوقعوا، ما انتم عارفين زي ما بقول لكم ان انا بقرا كل تعليقاتكم، كل انثى تتوقع احساسها بنفسها هتيجي في المركز الكام. وكالعاده انثى اذكى شويه او رجل حتى اذكى شويه يتوقع مين اللي هيكون معانا في المركز الاول. ودوسوا لايك رجاء طلبي يعني عشان حلقتنا توصل لاكبر قدر من اصدقائنا. واشتركوا كمان رجاء في صفحتنا الجديده، مثبتها في اول تعليق على الفيسبوك وفي وصف الفيديو. في المركز الـ 12 حد توقع انثى برج الثور، دايركت جدا، مباشره جدا، وتقريبا يعني ما بيش بتاعه لف ودوران مقارنه بنساء الابراج هتيجي معانا في المركز الـ 12 ده. ممكن بتزعل ناس كتير منها وبتخسر ناس كتير منها، وممكن تخسر علاقات كمان عاطفيه بسبب ان هي صريحه زياده عن اللزوم. يعني ايه صريحه زياده عن اللزوم؟ هي ممكن تكون كتومه، ومعنى ان هي كتومه ان هي ممكن ما تتكلمش كتير او ما تقولش كل حاجه، بس لو قالت بتقول اللي في قلبها. يعني اذا اتكلمت انثى برج الثور هتقول اللي جواها، مش هتلف وتدور ومش بتاعت الكلام ده. عامة اعلى منها في المركز الـ 11 القوسية، مندفعة وحمائية، انثى حمائية قوي، والنار كده نار بتاكل بعضها. وايضا دايركت بشكل كبير انثى برج القوس، متشابهة جدا مع انثى برج الثور في حلقة النهاردة. هي بعيدة كل البعد عن النساء اللي هتيجي في القمة في حلقة النهاردة. أما في المركز الـ 10 زعيمة العصابة أنثى برج الأسد، الشمس، وأنا بقول دايما مفيش أوضح من الشمس ممكن تشوفها، دايركت جدا 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 وأسلوبها مباشر. ما هي زعيمة العصابة أنثى برج الأسد ما بتختلفش في حلقة النهاردة عن القوسية وأنثى برج الثور كتير، دايركت بشكل كبير قوي. واللي بيسري عليهم بيسري عليها في حلقة النهاردة ممكن تخسر ويزعل كتير من الناس منها بسبب أسلوبها المباشر أو الصريح زيادة عن اللزوم ده. وهي من أكتر النساء على فكرة اللي في قلبها على لسانها وما بتخافش، بتطص وانت وحظك بقى تزعل تزعل، ما تزعلش او ازعل وكمان شوية هنصالحك، اتصالحت ما اتصالحتش، شل عنك ما اتصالحتش، يعني هي او شل عنك ما اتصالحت، هي دي فلسفتها بقى، هي حرة. نعلى مركز عشان كده ناخد الانثى اللي في المركز التاسع، انثى برج الجدي الترابي. انثى برج الجدي الترابي رغم ان انت ممكن تشوفها غامضة وتقيلة في نفسها، بس زيها زي الثورية كده، لو اتكلمت هتقول اللي في قلبها، او لو اتكلمت هتتكلم بشكل دايركت، او هتكون من الاناث اللي بتتبع اسلوب اختصار المسافات في كلامها. يعني هي عايزة تقول حاجة هتنقي اقرب طريق واقصر طريق توجه لك بيه الكلام اللي هي عايزة تقوله او توجه لك بيه. لا، انثى برج الجدي مش بتاعت الاسلوب الاندايركت او الاسلوب الغير مباشر،
غير مباشر كمان مقارنة بالنساء اللي هتيجي معانا في القمة ونتعرف عليهم في حلقة النهاردة. في المركز الثامن وندخل في منطقة وسطى أنثى أعلى شوية، ولكن ما دخلناش برضو في موضوع حلقتنا لسه، هي أنثى برج العذراء، ما يسري تقريبا على أنثى برج الجدي بخلاف اشتراكهم في الطبيعة الترابية، يسري على أنثى برج العذراء في حلقة النهاردة. يعني أنثى برج العذراء هي عندها سنة غموض كده، ولكن برضه هي مش بتاعة الأساليب الغير مباشرة. أنثى برج العذراء لو أنت قربت منها صحيح صعب إن أنت حتى تفهمها لو أنت قربت منها، ولكن هي تيجي في منطقة وسطى، لأن ما نقدرش نقارنها بالأربع نساء مثلا اللي هيجوا معانا في حلقة النهاردة. ما هي الموضوع ماشي معانا بدرجات اعلى منها. في المركز السابع انثى برج الدلو الهوائي، الدلويه برضو فيها شبه من انثى برج العذراء في حلقه النهارده، وبتيجي معانا في منطقه وسطى مش بتاعه يعني الاساليب اللي هي الغير مباشره. انثى برج الدلو مقارنه بنساء القمه ملهاش باع طويل قوي فيها. بينما بقى من الانثى اللي هناخدها في المركز السادس يعتبر دخلنا في الجد إلى حد ما، تعالوا نتعرف عليها يلا بينا. قبل ما ندخل على الأنثى اللي في المركز السادس اللي أعلى من نساء الأبراج دي كلها، كالعادة لازم أحذر، رجعنا يا جماعة 5 ثواني، ملناش أي صفحة ولا أي قناة سواء على الفيسبوك ركزوا معايا أو اليوتيوب غير محمد أبو زيد، وبقول لكم اكتبوا محمد أبو زيد والأبراج عشان تظهر لك الصفحة والقناة أسرع، واشتركوا فيها صفحات تانية غير دي نصابة بتخترق الإيميلات وبتعمل مشاكل، يا ريت تلغوا الاشتراك، ويا ريت كمان تعملوا إبلاغ عشان نوقف الناس دي عن النصب والاحتيال اللي هم شغالين فيه. في المركز السادس أنثى برج السرطان، أنثى برج السرطان أحيانا ممكن تلجأ للأسلوب الغير مباشر، وأحيانا ممكن تلاقيها مباشرة رغم إن هي مودية ومتقلبة المزاج بشكل كبير أوي، ولكن هي أرحم من النساء اللي هتيجي في المراكز المتقدمة وهنتعرف عليهم دلوقتي. يعني أنثى برج السرطان بتزهق بسرعة، بتمل بسرعة، بتتخنق بسرعة، أو بتقرف كمان بسرعة، هي دي طبيعتها ودي صفاتها وده أسلوبها، بس هي مش سهلة برضو عامة خلي بالكم، لأن هي دماغها يعني دماغها سم شوية، دماغها سم لما بتشغل دماغها، وهنا الخوف منها، فعشان كده ما جاتش في منطقة قليلة تميل للقمة أعلى منها. نعلى بقى عشان ناخد اخر انثى ناريه معانا، انثى برج الحمل. في احيان كتيره انثى برج الحمل دايركت قوي، ولكن في بعض الاحيان بتكون ان دايركت، بتكون غير مباشره، وتمتلك بعض الاسلحه اللي ممكن تكون فتاكه بالنسبه لك او مدمره لما بتحط في راسها. هي من الناس اللي دماغها يعني لما بتحط في راسها حاجه بتقدر في اغلب الاحيان ان هي توصل لها، لانها عندها يعني اصرار كبير قوي. انثى برج الحمل من الاناث اللي عندها اصرار قوي قوي، واللي بتحب تاخد حقها تالت ومتلت اضعاف مضاعفة وبسرعة كمان، فممكن ان هي تلجأ لبعض الحيل وان هي تضغط على شخصيتها وتأقلم نفسها لحد ما توصل للي هي عايزاه. اعلى منها ونخش في جد الجد ونستمر في التنقل بين ملكات الدهاء والمكر واعتى نساء الابراج في الموضوع ده، عشان نصل لانثى بتتربع على عرش المركز الرابع عرفتوها، الجوزائية. انثى برج الجوزاء عندها ذكاء خارق تقريبا في كل المجالات. مشكلة الجوزائية في حاجة واحدة، هي السرعة، الرتم السريع، الاستعجالة. لو تهدى بس شوية كده وتتك على الصبر شوية، عندها القدرة ان هي تقود الحرب العالمية الثالثة. شوف بقول لكم ايه، الجوزائية دي خرافة. لما برضو من النساء اللي لما بتحب ان هي كده تشتغل بالاسلوب ده تقدر قوي وتجننك قوي وتخلي عقلك يشت، ممكن تتجنن عادي، بس يعني بيكون صعب عليها شوية لأنها مش صبورة شوية أو سريعة في حياتها ورتم حياتها عامة. أعلى منها في المركز الثالث ولا تخدع أبدا بأنثى برج الحوت. أنثى برج الحوت من الإناث العمالقة في الموضوع ده. ممكن تتلون، وانا مش بقول ان هي بالضرورة تكون بتتلون، انا وضحت في البداية نركز، هي عندها السلاح وقلنا امتى ممكن تستخدمه.
حنينة ورقيقة الطباع وعندها احتواء كبير قوي، بس ده كله برضه ما يمنعش ان هي قادرة على اللف والدوران، وقادرة كمان ان هي تكون واحدة من ملكات الدهاء وواحدة ايضا من ملكات المكر لو حبت. انا بقول اذا ارادت، هي من الاناث اللي بتمتلك الصفة دي بشكل كبير قوي. وهنا الانثى بتاعت برج الحوت دي تختلف بشكل كبير عن رجل الحوت، وفي الموضوع ده تختلف عنه بنسبة 1000000%، مش 100%. في بعض الإناث كده بتختلف عن رجل البرج الواحد في بعض المواضيع أو في بعض الصفات، منها أنثى برج الحوت مش سهلة، خلي بالكم. يعني في المركز الثاني أعلى وأعلى وأشد وأشد أنثى برج الميزان العسل، عسل بس برضو ما هيش سهلة خالص. يعني انثى برج الميزان بقى تروح معاها يمين معاك شمال معاك فوق معاك تحت معاك في كل الاتجاهات وفي كل الالوان، وتتلون كل الالوان عادي خالص لو حطت في دماغها. وممكن من الاناث زي ما قلت بقى اللي بتستمتع بحاجة زي كده هي وصاحبة المركز الاول. اكتر اتنين من الاناث ممكن يستمتعوا بحاجة زي كده لعبة القط والفردي عامة. وبرضه بكرر مش بالضرورة ان تكون دي الفلسفة الأساسية بتاعتها، ولكن إذا حبت قادرة وقادرة بشكل كبير قوي. بينما متصدرة الترتيب اللي في المركز الأول الكبيرة بتاعت الليلة دي كلها أكيد عرفتوها، أنثى برج العقرب. العقربة هي ملكة الدهاء الأول من بين كل إناث الابراج، دماغها سم السم طبعا، والعقربة تلاقي نفسك بتموت فيها وخايف منها. اكتر انثى يحصل معاها المعادلة الغريبة دي، يعني جذابة قوي بنت اللذينة وتشدك قوي، بس في كده خوف منها، وتحب في رجال كتير عامة يعني، او في شخصيات كتير تحب الاسلوب بتاع انثى برج العقرب ده عامة يعني في اللف والدوران، وبتجد لذة وبتجد متعة في التعامل معاها حتى لو هتنقرص أو هتتلدغ. بس في ناس بتحب الأسلوب ده، في ناس بتحب العذاب ده، ومش كل الناس طبعا. اكتبوا لي آراءكم، واللي نسي يدعم الحلقة بلايك يا ريت يدعمها بلايك. بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خلالها زي ما قلت لكم، وهتوحشوني ونتقابل قريب إن شاء الله.